الرئيس زملائي القوات اللبنانيه صار معروف رح تصوت ضد الموازنه، انما رح تأيد بعض البنود اللي شايفتها اصلاحيه، بس على ما يبدو بعد في لغط عند البعض ما بيعرفوا انه القوات اللبنانيه تحفظت على الموازنه داخل الحكومه، مشان هيك لازم يحفظوا هذه المساله. دوله الرئيس، أكبر خطأ نرتكبه هو في التعامل مع المال العام على أنه مال الخزينة، متناسين أنه تعب الناس. من غير الجائز أن نتجه نحو موازنة ورقية دفترية، دفتر حسابات يعني، وفق الآلية المهترئة منذ سنوات، متجنبين السير بإصلاحات جوهرية أكثر من ضرورية. كيف نخطو نحو زيادات ضريبية والقارب مثقوب؟ كيف نعمد إلى الحد من الضمانات الاجتماعية للطبقات الشعبية الأكثر فقراً وعوزاً ومعاناةً، ونتجنب ضبط الهدر في معظم المرافق والقطاعات؟ لقد بنيت الموازنة على مبدأ تخفيض النفقات. إن الخطوات المتخذة لا تسكر أكثر من 5% من عملية الإنقاذ المطلوبة، فزيادة المداخيل بشكل جذري عبر كسر الانكماش وخلق الفرص هو الحل الوحيد لاستقامة الوضع المالي. إن مصير فرصة توفير 800 مليون دولار أمريكي على الدولة اللبنانية عبر اكتتاب المصارف بالليرة اللبنانية 11-12 مليار بفوائد متدنية بكلفة 1% أصبح مجهولاً، ولا وضوح لدينا حول ما إذا كانت هذه الموازنة، شفنا خلال النقاشات، سترصد هذا الوفر أم لا. وهذه الخطوة هي الأكثر تأثيراً على أرقام الموازنة. والخطأ بإلغاء أو تعليق المادة التي نصت على زيادة الرسوم ما بين 2-4% على الواردات وما أنتجه من تفويت لفرصة زيادة الإيرادات كما حماية الإنتاج المحلي لا يمكن إلا التوقف عنده، ونحن نؤيد الحكومة بطرحها لهذا الموضوع مع بعض التعديلات التي تجنب المواطنين ذات الدخل المحدود مفاعيل هذه الخطوة. وعليه نطالب بإعادة إدخال هذين المبدأين مع إقرار سلسلة من الخطوات الإصلاحية الجذرية لمحاولة الخروج من النفق المظلم الذي لن تستطيع هذه الموازنة الصورية والمخيبة للأمال من فعله. دولة الرئيس، إن الخوف الأكبر هو جنوح الحكومة نحو تخطي سقف الصرف المحدد في الاعتمادات المرصدة، إضافة إلى عدم بلوغ الإيرادات المبينة معدل الأرقام المرجوة، ما يعني ذلك كارثة حقيقية على وضع الدولة برمته. وهنا نسأل، كيف نستطيع اعتبار أن الناتج المحلي سيلامس عام 2019 60 مليار دولار، أي نسبة نمو تبلغ 4%؟ فهل هذا أمر طبيعي في ظل انكماش اقتصادي ووضع غير طبيعي؟ فيكفي أن ننظر إلى الربع الأول من السنة والنمو الاقتصادي المحقق لنعلم أن الأمور ليست على ما يرام. بعد دراسة الموازنة في مجلس الوزراء، خرجت الحكومة لتعلن تخفيض نسبة العجز إلى 7.59%، وبعد مرورها بلجنة المال والموازنة وصلت النسبة لحدود 6.59%. واليوم ومع طرحها أمام الهيئة العامة، لا بد من التذكير أن أهم مؤسسات التصنيف العالمية فيتش طلبت الحكومة اللبنانية بنسبة عجز لا تتعدى 5.5% من الناتج المحلي لإيفاق التفاقم في حجم الدين، لأنه بالعربي المشبرح الموازنة اللبنانية ما بتحمل 90 مليار دولار دين. فإن صحت أرقام الموازنة، ومن الصعب أن يحصل ذلك، وما زال أمامنا بضعة أشهر لنهاية العام، سنكون بعيدين كل البعد عن الهدف المطلوب. دولة الرئيس، زملائي، أنا قوات لبنانية،
الكير يعني في بعض الزملاء بياخذ موقف لمجرد الانتماء الحزبي وين، بس بدي اتمنى تسمعوا هالسيناريو اللي هو كتير واقعي، لانه الارقام منا حزبيه ومنا قوتيه. في ظل سوء الاداره وعدم وجود اصلاحات جذريه تواكب الموازنه وتنفيذها، فان احتمال وقوع الخلل في التقدير او التنفيذ شبه حتمي. ففي حال انخفضت الايرادات 5% وارتفعت النفقات بالنسبة نفسها، وهيدي بيست كيس سيناريو، يبلغ العجز 10.2%. وفي حال تضاعفت نسبة الخلل، وهذا الواقع أكثر، إلى 10%، وهو أمر اعتدنا عليه في السنوات الماضية لأسباب عدة، فستصل نسبة العجز إلى حدود 12.7%، وعندها لا ينفع لا التبرير ولا تبادل الاتهامات. الموضوع ليس مزايدات بين لجنة المال والموازنة من جهة ومجلس الوزراء من جهة أخرى، ولا سباق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على من يحقق أرقاماً أفضل، لأن المسألة الجوهرية تكمن بتطبيق الإجراءات والإصلاحات الحقيقية، يعني التنفيذ مش على الورق، مش الموازنة على الورق، والإصلاحات الحقيقية من جباية وتخفيف في حجم القطاع العام وإشراك القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال بدل الاعتماد على الاستدانة. نعم، ما يحتاجه لبنان اليوم ليس أرقاماً نظرية لمحاولة إرضاء المحللين الذين بإمكانهم أن يكشفوا اللعبة بسرعة. خطوات جريئة تنتشل الموازنة من سلوك الدرب المظلمة هي الحل الوحيد، فماذا ننتظر؟ فلنقفل كافة المعابر غير الشرعية، ولنبتعد عن التحجج بأسباب صبيانية واهية، فلنضبط التهرب الجمركي والضريبي، ولنوقف النزيف الكارثي الذي تعانيه الدولة، فلنشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ولنعيد صلاحياتها المستباحة بقرارات أحادية، فلنشرق القطاع الخاص في مؤسساتنا العامة التي أثقلت الخزينة بعجزها وسوء إدارتها من الاتصالات والكهرباء والمرفأ والمياه وغيرها. فلنتخذ قراراً جريئاً يحترم ما نقوله كلنا أمام الإعلام، وليتفضل كل وزير بصرف كل الموظفين غير القانونيين الذين سقطوا من مظلة المحسوبية والزبائنية واللاشرعية خلافاً للقانون، وباتوا عبئاً مضاعفاً على المالية العامة. دولة الرئيس، إن استعادة ثقة المودعين والمستثمرين أمر في بالغ الأهمية لاستعادة جزء من التوازن، ولكن ذلك لا يتحقق بالانصباب على القدم من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة، وبتمرير موازنات مضخمة لوزارات يأبى ولاتها على تبيان خططهم ويستحصلون على متغاهن وفق المحاصصة الفاسدة. والثقة حتماً لا تستعاد بإبقاء المحرمات المذهبية والطائفية والحزبية على مقدرات الدولة المستباحة، وهي لا تستعاد بإضرام نار الفتنة واعتماد لغة الحرب والتهويل بالاستقالة والمقاطعة وإشعال المنطقة ورفع مستويات التحدي مع الشرائح المجتمعية كافة. الثقة الدولية والمحلية تستعاد بتوفر عقلية إصلاحية لا تشوبها شائبة، بذهنية وطنية تضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة، فأين نحن منها؟ وأين الناس وهموم الناس وأوجاع الناس من موازنة تدوير الزوايا والإنجازات الصورية؟ القوات اللبنانية دولة الرئيس حاولت تضوي شمعة بهالظلام. الكل أخذ قسم كبير أخذ هالمسألة تيعمل منا مزايدات، كيف بالحكومة، كيف بتصوت مع، كيف بتصوت ضد. تصور بالشرح والأرقام اللي قلناها بتصير واضحة الصورة. نحن نعم لموازنة إنقاذ ما تبقى، لا لموازنة الإجهاز على ما تبقى. وشكراً.